بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج المحجة. ونستضيف في هذه الحلقة شيخنا الشيخ محمد بن المختار الحسن. استضفناه لكم ليبين لنا بعض الأحكام التي تتعلق بالصيام. يبين لنا أحكام زكاة الفطر والأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر ولمن تعطى وما هو حكمها، هل على الوجوب أم على السنية، وهل يجوز إعطاء القيمة فيها أم لا، وهل تعطى للقريب أم لا، وهل تنقل للأبعد أم لا، وهل تندب فيها الإنابة أو تجب كما في الزكاة الأخرى. مرحبا بكم شيخنا. السؤال الأول، ما هو حكم زكاة الفطر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. زكاة الفطر من الفرائض واجبة، ولفظ الفرضية ورد في حديث الشيخين، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم وغيرهما. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة فطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من بر إلى آخر الحديث. فنص الحديث على أنها فرض من الفرائض، وهي طهرة للصائم من الرفث واللغو، وتطلب المبادرة إلى إخراجها إما قبل الوجوب بثلاثة أيام قبل الفطر، أو بإخراجها قبل الصلاة وبعد الفجر من يوم الفطر. هذا وقتها المختار. نعم، مختار وإخراج نعم. زكاة نعم. قبل صلاته وبعد نعم. فإذا تأخر دفعها إلى ما بعد الصلاة كانت صدقة كسائر الصدقات، أي نزل ثوابها. وتجب على الكبير والصغير والحر وغيره والذكر والأنثى، و تجب على من له فضل قوت فيما يلزمه في نفسه أو في من تجب عليه نفقته، فما فضل عن ذلك يجب إخراج زكاة الفطر منه، وقدرها صاع، والصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، والمد ملء اليدين المتوسطتين إلى مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهو هنا عندنا يقدر بإثنين كيلو ونصف تقريبا. نعم، وبماذا يقدر المد؟ المد يقدر بثمان كاسات من كاسات الشاي كما أخبرنا العلامة نافع بن حبيب بن زايد رحمه الله تعالى. فإذا وزنت ذلك القدر جاء 600 غرام. فلو ضربتها أربع مرات، لأن الصاع أربعة أمداد، تأتي 2400 غرام. ولذلك كان الشيخ بالدار رحمه الله تعالى يقول كيلين وليبر تقريبا. نعم نعم. على أنها تخرج في بعض البلاد في المشرق أكثر من ذلك، لكن عند المالكية أنه تكره الزيادة على المحددات الشرعية، على ما حده الشارع يكره الزيادة عليه، كما قال الشيخ أحمد الولود وكره جوازه من الشارع حد كصاع فطرة وتسبيح ورد. نعم، أشرتم إلى فرضيتها وهو الذي عليه الجمهور، وقد ذهب بعض الفقهاء كأشهب وابن اللبان من الشافعية إلى سنيتها، وأول الفرض في الحديث على أنه بمعنى التقدير على معناه اللغوي، ولكن الراجح أن الفرض يصرف إلى معناه الشرعي والعرفي الذي هو
وجوب. الوجوب نعم. وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة، وتعلمون أن أبو حنيفة يقول أن الفرض يختلف عن الوجوب، لأن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي عنده، والوجوب الوجوب هو ما ثبت بدليل ظني. وهو الذي أشار إليه السيوطي رحمه الله تعالى بقوله: والفرض والواجب ذو ترادف وما لنعمان إلى التخالف. أبو حنيفة. نعم. وهذا هو مبنى الخلاف بين الجمهور وأبو حنيفة، في أن الجمهور يقولون بأن زكاة الفطر فرض، لأن الفرض والواجب عندهم مترادف، بينما أبو حنيفة يقول بأنها واجبة لأن دليلها دليل ظني وليس دليل قطعي لما يعرف عنده من تفرقة بين الفرض والواجب. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. والسؤال الثاني: لمن تعطى زكاة الفطر؟ هل تعطى للأصناف الثمانية أم تعطى للفقير فقط؟ لا، لا تعطى للأصناف الثمانية، إنما تعطى للفقير المسلمين. نعم. وذهب أبو مصعب المدني أصحاب مالك رحمه الله إلى أنها تدفع لمن أعدم بها يوم الفطر، لمن لم يكن عنده قوت يومه يوم الفطر، لكنه قول مقابل مشهور. ولذلك قال الشيخ أحمد مولود: تدفع للحر الفقير المسلمين على الأصح لا خصوص المعدمين. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. السؤال الموالي: هل يجوز إعطاء قيمة الزكاة؟ هذه مسألة خلافية، و ذهب الجمهور أن الزكاة فيها شائبة التعبد، وشائبة التعبد فيها راجحة، وإنما تخرج مما نص عليه لشائبة التعبد. أي نعم. وكالأصناف التسعة التي حدها الشارع بالنسبة لزكاة الفطر، وهي القمح والشعير والزبيب والسلت والتمر والأرز والدقن والعقيق والذرة. وفي الأصناف التي ذكر الله سبحانه وتعالى هي النعم والحرث والزرع، الحرث والثمار. يعني فرضت في الحب والثمار والعين والأنعام بالنسبة للزكاة. زكاة بشكل عام. نعم، زكاة العامة. وفرضت زكاة الفطر في الأصناف التسعة التي ذكرنا آنفا. نعم، فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم. نعم. فنظرا إلى أن شائبة التعبد هي أقوى، فإنما تخرج مما ورد في النص. بعضهم ذهب إلى أن فيها جانبا آخر، هو أنها الحكمة، أن الحكمة منها هو سد خلة الفقير وحكمة المواساة. وذلك من أي ناحية هي معقولة المعنى، ولضرورة التكافل بين أفراد المجتمع المسلم الواحد. فقالوا هي للفقير، وينظر في الأرفق بالفقير، فقد يكون الأرفق بالفقير مثلا هو القيمة وليس الحيوان مثلا. فلو كان الواجب مثلا حقة في الإبل مثلا أو شذعة في الإبل، وكان المخرج عليه مثلا ضعيفا لا يستطيع رعايتها ولا يستطيع رعيها ولا يستطيع أن يؤاجر عليها، فيكون الفق أن يعطى القيمة، أن يعطى القيمة يتصرف فيها ما شاء. وهذا المذهب هو يعني جائز عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، والإمام البخاري رحمه الله جنح إليه، لأنه ذكر حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلى اليمن أنه يأخذ عندهم الثياب بدل الحنطة حاجته المدينة إلى ذلك. وعارف الشيخ الدار رحمه الله تعالى يقول:
أن القسطلاني قال في هذا الموضع البخاري وألجأ المصنف يعني البخاري وألجأ المصنف الدليل إلى موافقة أبي حنيفة لأن البخاري رحمه الله في الغالب يوازي قوله قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. أما في هذه المسألة وهي مسألة إخراج زكاة قيمة فقد توافق مع أبي حنيفة وذلك يقول القسطلاني رحمه الله وقد ألجأ المصنف يعني البخاري ألجأه الدليل إلى موافقة أبي حنيفة. وأيضا قول مالك رواه ابن القاسم عنه في العتبية وهو قول الشاب بن عبد العزيز بن المالكية ومذهب البخاري كما قلنا ومذهب أبي حنيفة لكن مشهور مذهب مالك ومشهور مذهب الشافعي والحنبلي على أنها إنما تخرج مما حدده الشارع ونص عليه. قد أشار الشيخ أحمد بن رحمه الله تعالى إلى هذا الخلاف فقال وقيمة الزكاة عنها تكفير لدى الإمام الحنفي والشافعي وهو الذي به يقول والشب ومثله العتقي ينسب ولكن الصحيح أنه اشتهر عدم النزاع عليه المختصر. نعم مختصر عن مختصر خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال موالي هل تعطى الزكاة للقريب؟ الدفع للقريب هو محل خلاف ذكر الشيخ أحمد مولود في مصاريف الزكاة. قال والدفع للقريب رواحله والندو والكره ولا محله عند أبي محمد أي محمد بن زيد إن يضحي فيه للقرب للكف عن التكفف. أنا محل الكراهة عند أبي محمد بن زيد أن يكون الدافع للدفع هو محض القرابة. أما إذا كان دفع للقريب ليكفه عن سؤال الناس وليحصن ما وجه عن الناس فلا كراهة. فتنتفي الكراهة. وأي نعم. والشيخ أحمد مولود قال في باب زكاة الفطر ولو قريبا لم تجب نفقته. أو سيدا بها حبته بعلته. فتخرج القريب الذي لا تلزمك نفقته وكذلك تخرجها المرأة على زوجها الفقير ولا يجوز العكس. نعم. فيجوز لها أن تخرج عليه لكن لا يجوز له هو أن يخرج عنها. نعم. وأشار بلو إلى أن المسألة فيها خلاف. نعم. بالغ بلو. نعم. وبعض الفقهاء يجيزون إعطاء زوج لزوجته الزكاة إذا لم تصرفها في نفقتها كما أشار إليه على أحمد ولد وكلا الزوجين نحو الثاني ما يهب أو يدفعه لغرض. وكذلك نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ودفعها كذلك للقريب هو الذي فضله اللخمي وابن العربي كما أشار إلى ذلك على أحمد بن عبد الله. فضل اللخمي وابن العربي إثارة القربى على الإشارة. دافعون إلى ناقلون إلى خليل الرحمي لدى ابن عبد البر غير وأثيم. يعني حتى في النقل يعني. نعم سؤال هل يجوز نقل الزكاة إلى أبعاده؟ إذا كان أحوج. من كان وراء مسافة العدوى يجوز نقل إليه إذا كان أحوج. والأصل في ذلك حديث البخاري تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فحملها المالكية على فقراء البلد. مع أن الحافظ في الفتح قال وترد إلى فقرائهم أي فقراء المسلمين. فهذا التأويل الحديث يقوي أبي حنيفة رحمه الله تعالى في جواز النقل مطلقا. مع أن المالكية لهم يقولون بجواز النقل لكنهم مقابل مشهور مذهبهم. وأيضا القول الذي ذكرناه الآن هو قول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى حافظ المغرب أنه قال إن النقل إلى الفقير الرحمي لا يجوز يعني لا إثم فيه. أنا أقول إلى خليل معناه فقير رحمي لدى ابن عبد البر غير آثمي. فهذا تقريبا ملخص مسألة النقل. ونقلها للمساوي في بلدي كذلك يجوز مع الكراهة مع نعم مع المنع. يجوز مع المنع. يعني يجزئ مع المنع. نعم. وهو الذي أشار إليه على محمد ولد بقوله ووجبوا فورا وقصدا وعدم نقلا لمن على مسافة ولم يكن بأحوج. ولكن من نقل للمثل يكفي وإنجاب حضر. نعم. يكفي على يجزئه وإنجاب منع.
فالنقل المساوي ممنوع لكنه ايضا يجزئ. ونقل كذلك كما ذكرت روايه عن مالك. نعم نقلها عن مالك ايضا نقل جوازه والحنفي له محل. بارك الله فيكم. والسؤال الموالي، هل تندب الانابه في الزكاه او تجب في الحالات التي تجب نعم. في اذا كان الدافع يخشى الرياء في الدفع او المحمده يجب عليه الانابه. والا بمعنى يعطيها لغيره. نعم يعطيها لغيره. نعم يعطيها لغيره للفقراء. نعم و فاذا كان يخشى من ذلك فيجب دفعها للوكيل، لكن ينبغي ايضا له لاي للدافع لا يخصص لا يقوي الوكيل بان يخصص الاقرباء. نعم ولا يجوز ويكره ايضا لنائب الدافع ان يخصص اقرباء صاحب الزكاة. وكره نائب العقالي العقالي عفوا وكره نائب العقالي اثار اقرباء رب المال. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. وفي نهاية هذه الحلقة نود منكم إبداء نصائح لعموم المسلمين فيما يتعلق بنهاية رمضان، وهل مع انتهاء رمضان يجب أن ننتهي من التعبد أم لا؟ هل يجب أن تكون المراقبة في رمضان وغيره أم لا؟ فبعض الناس يظن أن المراقبة مراقبة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون في رمضان فقط، فإذا حتى رمضان عدنا إلى ما كنا عليه. هذا شهر مبارك وقد أشرفنا على العشر الأواخر من رمضان وهي عشر مباركات. فسر قوله تعالى وليال عشر بأنها عشر العشر الأواخر من رمضان، والقول الآخر أنها عشر ذي الحجة، وهي عشر مباركة وهي عشر خواتم. فيطلب من المؤمن أن يشد العزم وأن يترصد هذه الليلة المباركة لعل الله سبحانه وتعالى يوفقه لقيامها، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنها تعادل أو تعدل ألف شهر، وقل من يعيش ألف شهر لأن ألف شهر نيف 80 يعني 84 سنة، مع أن حديث الترمذي أن أعمارها إلى أمتي ما بين 60 والسبعين. وفي حديث البخاري عذر الله لامرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. وقد فسر قوله تعالى ولنعمركم ما يتذكر من تذكر بأن ذلك أن تصل إلى سن 60. فأن يعطيك الله سبحانه وتعالى عبادة ألف شهر في ليلة وتكون فرصة أمامك مفتوحة. نحن الآن في نهاية العشر الثاني من رمضان ونترقب هذه الليلة في العشر المقبلة. يعني يطلب من المؤمن أن يعني يفعل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل العشر الأواخر من رمضان شد بإزاره، وذلك كناية عن التشافي عن النساء. نعم اشتد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله، وهذا حديث ثابت في الصحيحين. في نبي الله صلى الله عليه وسلم اسوه للمؤمن، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وارجى ليالها ليالي الوتر من رمضان 21 23 25 27 29، والجمهور على انها ليله 27. وذهب محمد العربي رحمه الله والد القاضي بكر العربي الى انها ليله الجمعه الوتر في رمضان، وهي السنه ستكون ليله 21. ليله 11 من رمضان ستكون ليله الجمعه، وليله 21 هي التي رؤيا راى النبي صلى الله عليه وسلم في ليله القدر، لانه راى انه يشهد ليلتها في طين وماء. وفي حديث الشيخين ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم لما انفلت من صلاه الصبح وعلى جبهه
على جبينه الشريف أثر الماء يغطيني، وكانت كان قد نزل السماء من الليل، يعني مطر من الليل، فنزل من سقوف المسجد، وكانت سقوف المسجد ذلك هي من جريد النخل، فتخلل الماء ذلك الجريدة ونزل، فكان صلى الله عليه وسلم سجد في بعض تلك البقع الموجودة في المسجد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رأيت أني أسجد ليلتها في ماء وطين. ولذلك كانت ليلة 21 هي أرجح ليالي عند الشافعية، ثم ليلة 23 وهي ليلة النزول عند هي مدينتي، وفي حديث مسلم أنه ليس من خالد الجهني قال صلى الله عليه وسلم: في ليلة تأمرني أن أنزل، فأمره بالنزول ليلة 23 ويسميها المدينة ليلة 23. ثم ليلة 27 والغالب أنها تأتي ليلة 27. قال الحافظ الفتح: والجادة مذهب أحمد ومذهب الجمهور، وكان أبي بن كعب كما في صحيح مسلم يحلف أنها ليلة 27 رضي الله عنه. ولكن لنترصد كل ليالي العشر لأنها تنتقل، وأرجح لياليها الأوتار من رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقيامها ويوفقنا لصيام بقية هذا الشهر، وأن يتقبل منا صيامه وقيامه، ويعيده علينا مرات عديدة على الأمة الإسلامية، ويطرح له في ثياب عزها وقوتها وتآلفها. وما ذكرتم فيما يتعلق بالتقوى، فإن التقوى شأنها شأن إلزامي لا تتعلق بوقت معين ولا مكان معين، بل هي ملازمة لنا ملازمة الظل. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم اتقوا الله. فالمرء المسلم ينبغي أو يجب عليه، لا أقول ينبغي بل يجب، أن يتقي الله سبحانه وتعالى حيثما حل وحيثما كان، ويزداد ذلك ويتضاعف في الأوقات المباركة والأمكنة ذات الشأن والقداسة، فيتضاعف فقط، لكن ليس معنى ذلك أنه يتركه في بقية الزمان أو لا، هذا لا يصلح، لأن المؤمن بدون تقوى عالي من الخير، عالي من البركة، وعالي من الإيمان، حتى لمن جعل هذه الأعمال مرتبطة بالإيمان، مرتبطة بالإيمان. نعم، هو مذهب أهل السنة والجماعة، زيادة الإيمان بزيادة، فزيادة الإيمان زيادة الأعمال، ونقص الإيمان بنقصها. وكذلك الله تبارك وتعالى يقول: واعبد ربك حتى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا الشيخ محمد بن المختار الحسن، وشكر موصول لجميع المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، الله يبارك في حقكم.